Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. Aaj ki class mein hum padhne ja rahe hain par number 28 ki surah al-mumtahina aur uska part 5 jisme hum ayat number 8 and 9 ko padhna sikhenge. Aapne mere piche word by word repeat karte jana hai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم تمام ورڈز کو ملائیں گے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على ان تمام ورڈز کو ملائیں گے وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 سے آیت 10 سے آگے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. کل کی کلاس میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.